قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قدروا يكشفوا أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية، ده مقابل مبالغ مالية كبيرة، وتم القبض فعلا على 12 منهم، كان بينهم أطباء وممرضين. التحريات كشفت أن أعضاء الشبكة اتفقوا مع عدد من المواطنين المصريين على نقل بعض الأعضاء البشرية لمرضى أجانب، ده طبعا في مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلين في ذلك حاجتهم المالية. القوات دهمت مكان تواجد المتهمين وتمكنت من إلقاء القبض عليهم، وتبين أن هم 3 أطباء، 4 ممرضين، و3 عاملين بمستشفيات، و2 سماسرة. ده طبعا كان خلال قيامهم بإجراء جراحة استئصال كلى وجزء من كبد مواطن بإحدى المستشفيات الخاصة بالجيزة مقابل 10,000 جنيه، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية كبيرة تم التحفظ عليها وإغلاق المستشفى. 10,000 جنيه احنا بنتكلم حتى في مبلغ زهيد كمان، مش مبلغ كبير. وفي الحقيقة احنا بنتكلم على انه يعني دول ناس اساءوا لشرف المهنة. احنا لما بنقول طبيب او بنقول ممرضة، يعني احنا بنتكلم على ناس المفروض مسؤوليتهم هي ارواح البشر. ما ينفعش ان احنا نتاجر بالغلابة وبظروف الغلابة ونقوم بعمليات غير شرعية بهذا الشكل. احنا معنا متابعة اكتر مع ضيفنا على التليفون، استاذ محمد عبد الراضي الصحفي باليوم. استاذ محمود عبد الراضي الصحفي باليوم السابع، اهلا بحضرتك، صباح الخير. اهلا بحضرتك يا فندم. من خلال متابعتك المزيد من المعلومات عن الموضوع. يعني يا فندم، اجهزه الامن كانت تلقت بلاغ من احد المواطنين بيؤكد فيه ان هناك مافيا او عصابه كبيره من الكرب الاعضاء البشريه في مستشفى خاص في منطقه جنوب الجيزه. اجهزه الامن بدات تجمع تحرياتها عن هذه المستشفى، وبالفعل توصلت لان مجموعه من الاشخاص حوالي عددهم 12 شخص ما بين اطباء وممرضين وفنيين تحاليل وسمسار واطباء تخدير. بالظبط يا فندم، هؤلاء الاشخاص جميعا دابوا على استقطاب راغبي شراء الاعضاء البشريه من الخارج، خاصه من الجزائر العرب، عن طريق الانترنت، والاتفاق على مجموعه من الناس البسيطه على شراء اعضائهم البشريه ونقلها لهؤلاء الاشخاص. بيوصلوا لهم ازاي؟ يعني طريقه الوصول للناس دي بيكون ازاي؟ وفكره ان هم يعرضوا عليهم بيع الاعضاء البشريه. يعني يا فندم، هناك سمسار كان منوط بهذا الامر، بيتوصل لمجموعه من الاشخاص البسطاء، بيدفع لهم ما بين 10,000 الى 20,000 جنيه مصري، وبياخذ منه الكلى او احد اعضائه البشريه، وبيتم بيعها للاجانب للاسف بالاف الدولارات، وهي عمليه تجار بحته في اعضاء الغلابه. كمان المتهمين حاولوا يعني يلجؤوا الى بعض الحيل الماكره للتهرب من الملاحقات الامنيه والمساءلات القانونيه، عن طريق يعني اجبار الضحيه على توقيع على يعني على تنازل عن العضو. المعلومات يا فندم وصلت للاجهزه الامنيه ازاي؟ وبعدين موضوع انه يبقى في اعضاء بشريه يعني بتتنقل للخارج، اولا هي المفروض في خلال يعني في خلال 24 ساعه لازم يكون تم اساسا وضع هذا العضو او زرعه في جسم انسان اخر، فالعمليه ازاي؟ الاليات كانت ازاي عشان في خلال 24 ساعة أخد عضو من داخل جسم إنسان وأطلعه بره البلد أصلا، أو أديه لحد عشان يدخل جسم إنسان تاني؟ يعني لا، التفاصيل ما كانش يطلع بره البلد، كان بيتم استدعاء الأشخاص المرضى، خاصة مرضى الفشل الكروي من الأجانب من خارج مصر، وإجراء العملية داخل مستشفى خاص في منطقة جنوب الجيزة. كانت العملية بتتم في وجود الاثنين، الشخص اللي بيبيع هذا الجزء من جسمه والشخص الاخر المشتري. كده فهمت. طيب التفاصيل بقى، تفاصيل وصلت للجهات الامنيه ازاي؟ الاجهزه الامنيه اعتمدت على شيئين، الشيء الاول وهو بلاغات المواطنين من تعرضوا للنصب، كانوا بيتفقوا معاهم على بعض المبالغ، لكن اثناء التسليم بيتم مبالغ معينه، يتفق معاه على 20,000 جنيه، ولكن بعد اجراء العمليه بيدوا له 10,000 جنيه بس. فيتعرض للنصب، فبالتالي عدد كبير منهم لجأوا لأجهزة الأمن. طب وليه عدد كبير؟ يعني ليه مش واحد يلجأ لأجهزة الأمن على طول يبقى فيه إجراءات؟ يعني ليه نستنى لغاية لما العدد يكتر وبعدين نروح نشوف فين المشكلة؟ هو اللي حصل ان مجموعة تقريبا تعرضوا للنصب مرة واحدة، فذهبوا دفعة واحدة. يعني كان في نقل أعضاء جماعي بقى، كان في عملية نقل أعضاء جماعية، فبالتالي لما اتنصب عليهم وقت ما جم يقبضوا الفلوس راحوا رايحين بقى يبلغوا برضو بشكل جماعي.
بالضبط يا فندم. الشيء الثاني ان اجهزه الامن ايضا لم تعتمد على البلاغات فقط، ولكن اعتمدت على مصادرها السريه وعلى تحريات اجهزه الامن الدقيقه اللي قدرت انها توصل بسرعه لمكان هذه المستشفى، وقدرت انها تدهمها بعد تقنين الاجراءات وتقبض على حوالي 12 متهم. لكن للاسف صاحب هذه المستشفى التي تجرى فيها هذه العمليات ما زال هاربا. اجهزه الامن الان بتكثف جهودها للتوصل لهذا الشخص اللي بيدور هذه المافيا للاتجار في اعضاء الغلابه. تمام، شكرا لحضرتك استاذ محمود عبد الراضي الصحفي باليوم السابع.